السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى اخوات في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة بمشيئة الرحمن هنعمل طبق حلو جدا من خضار متوفر في السوق، وهو الكوسة، وسعرها بسيط وطعمها لذيذ وفيها فوائد عظيمة جدا. هنتكلم واحنا بنعمل الكوسة. عندي كمية من الكوسة كده كانت متبقية عندي من المحشي، فقلت أعمل بيها طبق خضار كوسة مطبوخة بالصلصة، وهنتكلم عن فوائدها كده واحنا بنقشرها. أنا بقشرها بالقشرة اللي هي بتاعة الخضار أو بتاعة البطاطس، بتسهل التقشير زي ما احنا شايفين، وما بتاخدش منها أجزاء مع القشرة، وبتطلع كده زي ما احنا شايفين بمنتهى السرعة، بتخلصي أي كمية. نتكلم بقى عن فوائد الكوسة. الكوسة لها فوائد كتير جدا. طبعا هي مليانة فيتامينات، منها فيتامين سي. طبعا فيتامين سي بيقوي المناعة جدا، وبيحارب التهابات الجلد أو أي التهابات موجودة في الجسم. طبعا لها فوائد لمرضى السكري وعافانا الله وإياكم، وفيها كمان مفيدة لصحة القلب طبعا، وفيها بوتاسيوم عالي جدا بيساعد في تخفيض ضغط الدم العالي، وكمان مليانة بمضادات الأكسدة اللي بتمنع التعب والإرهاق في الجسم، وكمان بتنظم القولون علشان هي مليانة ألياف ومية، وكمان بتساعد على التخسيس لأن هي برضو مليانة ألياف، وتنفع للي بيعملوا دايت أو رجيم لأن هي السعرات الحرارية بتاعتها منخفضة جداً. فهي يعني صيدلية كده فيها كل حاجة مفيدة للجسم، مش بتضره أبدا. تنفع تتعمل شوربة، تنفع تتعمل مع شوربة الخضار، بتخش في أي صواني طواجن، بتتعمل محشي، بتتعمل زي ما احنا شايفين كده. النهاردة هنعملها بالصلصة، وهنبتدي بقى نقطعها كده. انا هقسمها اتنين، مش هسيبها ترانشات مدورة علشان هي حجمها كبير شوية، ولما بنزل لآخر الكوسة كده بيبقى حجمها أكبر شوية، فبضطر أقسمها أربعة علشان تبقى كل التسوية واحدة وكلهم مقاس واحد. شايفين أول ما بوصل تحت بقسمها أكتر شوية علشان يبقى التقسيم كل واحد وتبقى نفس التسوية، مفيش حاجة تتهري مني وحاجة تستوي استوى المظبوط. المهم هنقسمها زي ما احنا شايفين كلها بشكل متناسق كده، وهنبتدي بقى نعملها بالصلصة. الكوسة بالصلصة دي من الأكلات اللذيذة جدا، طعمها حلو، وكمان بتخلي الكوسة غنية كده ولذيذة، وتقدري بقى انت تنوعي فيها علشان تدخليها في أكلك وفي أكل أطفالك وفي أكل الكبار. هي مفيدة بكل الطرق. هنبتدي نعملها دلوقتي، وهنعمل الكوسة برضو بطرق كتيرة جدا طول الموسم بتاعها، يعني مش هنسيبها في حالها، هنعملها كتير. هنجيب حلة كده بسم الله كده، وننزل فيها بحوالي 3 معالق من الزيت زي ما احنا شايفين كده، ونسيبهم يسخنوا، وننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الثوم. الكوسة بتليق جدا مع الثوم، انا هنزل عليها بمكعب ثوم حلو كده، وابتدي اشوح في الثوم بتاعي لحد ما ياخد لون اشقر حلو كده، وريحته الحلوة بتطلع معايا. وابتدي بقى انا معصرة طماطم ومصفياها، وكنت مسبكاها كده عندي علشان تبقى موجودة في الأوقات اللي أنا ببقى مستعجلة فيها، بخرجها زي ما احنا شايفين كده وحطها على التسبيكة بتاعتي، وما بتاخدش وقت بقى، بتفك معايا في 5 دقايق وأخلص الطبخة بتاعتي، ما تاخدش معايا وقت في الأوقات اللي أكون فيها مستعجلة أو راجعة من برة عايزة أعمل حاجة على السريع. فالحاجات دي بتنجز معايا جدا. ادي الصلصة اللي انا مسبكاها ومحضراها في كيس كده متفرزة على الطبيخ، ببتدي اخرجها وضفتها كده على التوم اللي انا شوحته، وهدلها بس كده يعني ربع كوباية مية علشان تفك كده بدون ما تلزق في الحلة بتاعتي، بس كده. على ما تفك هكون حضرت بقى الرز بتاعي وغسلته. هضيف بس ربع كوب من ربع رشة كده من الفلفل الأسود. الصلصة فكت معايا اللهم بارك زي ما احنا شايفين، وهي متسبكة كويس جدا ولونها خطير.
هنبتدي ننزل بقى بالكوسة بتاعتنا اللي احنا قشرناها وقطعناها، نديلها تقليبة ونسيبها بقى مع الصلصة تاخد وتدي كده ب10 دقايق لحد ما تشرب من الصلصة الجميلة الحلوة دي، علشان تتنكه كده وتبقى طعمها خطير من الصلصة. هديلها كبشة او كبشتين من الشوربة بس عشان اقدر اقلبها. النهاردة انا هعملها باللحمة، هضيف لها قطعتين ثلاثة كده من اللحمة المسلوقة علشان تطعمها وتبقى لذيذة جدا. هسيبها تاخد غلوتين، بعد 10 دقايق كده كشفت عليها، اللهم بارك، شايفين اللون ما اروعه. الطماطم عندي لونها حلو جدا، متسبكة كويس قوي وخطيرة. هديلها تقليبة كده بهدوء، شايفين معايا، اللهم بارك، حاجة تحفة جدا. شايفين الكوسة وجمالها. هنزل عليها بقى باللحمة، انا سلقة اللحمة بالطريقة التقليدية خالص، ملح وفلفل ورق لورا البودر، وشوحتها، وبعد كده نزلت عليها بالماء المغلية، اتسلقت بالكامل، وهاخدها نزلت بيها كده في الكوسة. هياخدوا غلوتين ثلاثة مع بعض، ربع ساعة، اظبط الملح بتاع الاكلة بتاعتي المظبوط، واسيبهم 10 دقايق او ربع ساعة مع بعض، واطفي النار علشان الكوسه ما تتهريش، لان الكوسه من الخضار الحساس جدا، ولو طولت عليها هتتهري ويبقى شكلها مش الطف حاجه وقت التقديم. اللهم بارك، زي ما احنا شايفين. انا هديلها بس كمان كبشه شوربه كده علشان يبقى فيها صوص كده تقدري تاكليه مع الرز، وتبقى في منتهى الطعام. تقليبة واحدة كده ونسيبها تاخد غلبتين كمان ونطفي عليها، نبقى عملنا كده أطعم طاجن كوسة باللحمة لذيذ جدا وصحي ومفيد ومليان معادن وفيتامينات كتيرة جدا. نحاول كده ندخل الخضار في أكلنا قد ما نقدر. أنا من عشاق أكل الخضار، يعني أحب أعمل كل الخضار اللي موجود في الموسم بتاعه في وقته، وفي نوعيات كتير بحاول احتفظ بيها واخزنها لاوقات مش متوفرة لاني بحبها. فان شاء الله نشوف مع بعض وقت تفريزات الخضار هنعملها مع بعض ازاي. الكوسة بتاعتي استوت كده ومديالي اللون التحفة اللي احنا شايفينه ده، اللهم بارك. انا غرفتها وقدمتها بالشكل ده، وعملت جنبها كمان الرز بالشعرية، اللهم بارك، عشان اي خضار بيبقى لذيذ جنبه جدا الرز بالشعرية او رز حبة وحبة، بيبقى تحفة زي ما احنا شايفين. وكده عملنا النهاردة الكوسة بشكل تحفة وطعم كان مميز جدا ولون خطير. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش بقى تفعلوا الجرس للكل وتدعموني كده بلايك وشير وكومنت حلو من قلبكم. وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.